عم اسمعها لو عم دقق على اصغر التفاصيل. 11 9 8 7 6 5 4 3 2 ان شاء الله تنتشر. على الموسيقى فوداني. انا حاليا بحجر المسجد ومثل ما خبرتكم وعدتكم انه رح يكون كل اسبوع ايه او يمكن رح يكون كل اسبوعين فيديو. سو ما عليكم الا تضغطوا على الزر الاحمر تحت الفيديو وتفعلوا زر الجرس لانه كل اسبوع ايه اسبوع لا عم بنزل فيديو او يمكن يكون كل اسبوع ايه فيديو. سو مرحبا اصدقائي، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف الف خير وبالصحة والعافية وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. وطبعا فيديو اليوم مثل ما يكون قريب بالعنوان رح اعمل ردة فعل على غنية ناريس بيوتي. رح اعمل ردة فعل على غنية رح تنزل اليوم الساعة 3، وبصراحة ما حدا بيعرف شو رح يكون اسم الغنية. كل اللي بنعرفه اللي هو رح بتغني فيها عربي وانجليزي. سو الفكرة ما بعرف منو اجتني. سو بفتح الانستا بلاقي الستوريات عندها كلياتهم متحمسين، وهي بتحكي بالستوري تبعها انه هي مدققة بالغنية باصغر تفاصيل من ممكن. حطيت الكاميرا قدامي وبقي لها تقريبا شي 10 دقائق، وطبعا هون جبت اللابتوب والسماعات لحتى نتسمع عليه هون، وطبعا رح احط لكم هون الشاشة. إذا أنت أول مرة عم تشوف هذا الفيديو أهلا وسهلا فيك، أنا بكون أحمد حمو. ما عليك إلا تضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو لحتى تنضم لعائلتي وتكبر عائلتنا أكبر وأكبر. ويا خلينا نبلش بالفيديو. طبعا نارين هاي مو اول غنية الا على اليوتيوب. سو في عندها غنية عيش حياتك منبسط فيها، في عندك غنية، في عندها غنية حلايا سيتي، وفي عندك مع مون فلوكس واللي هي كانت فيك لوف، وكانت في غنية تانية يمكن حبايب قلبي. هون بقيان عنا تقريبا دقيقة ورح ادخل على صفحتها. انا هون بصفحة لنارين، وهون عندي بالانستغرام راح اشوف لانه بقي عنا دقيقتين للغنية. شيء لحتى اشر الغنية طبعا كتير متحمسة كتير متوترة، صاحية من الصبح وعم اسمعها لو عم دقق على اصغر التفاصيل بالغنية. 11 9 8 7 6 5 4 3 2 ان شاء الله تنتشر. اوكي هون رح نبلش الفيديو. سو انتو رح تشوفوا الفيديو رح تكون هون، وانا خلينا نرجع لورا مشان تشوفوا اكتر. سو يا تا 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 انا والليل واصحابي والضحكة وال هي والليل واصحابه والضحكة، وشو كمان؟ تغمض العين ما بتفرق من وين، ما بتفرق من وين، هنروح على فين انا والفرحة بتداوي قلبه لو كان حزين، والحب القديم سبنا ومشين، الحب القديم سبنا ومشين. شو بدنا في اللي زعلنا، شو بدنا في اللي وقفنا، شو بدنا في اللي بيحب بالوش وبالظهر يغزينا ويطعنا، بالظهر بيحبنا شو بالوش بيحبنا وبالظهر بيطعنا. هالكلمة حلوة. واو. شو بدنا في اللي زعلنا، شو بدنا في اللي وقفنا، شو بدنا في اللي بحب بالوش وبالظهر يخزينا ويطعنا. يلا على الموسيقى فوداني، على الموسيقى فوداني، على الموسيقى فوداني. واو هالمقطع اللي نارين نزلت على الانستغرام تبعها. سو تحس هيك الموسيقى عصرية شوي، يعني هيك عتيقة انه اثري، ما بعرف انا هيك حسيت. نارين كمان شيرين كمان بتكون فيها. We set the fashion, we make the trend. We got the passion, we make the brand. We got no enemies, we make a friend. We keep it real homie, we don't pretend. We set the fashion, we make the trend. We got the passion, we make the brand. We got no enemies, we make a friend. We keep it real homie, we don't pretend. We make the friends. We got no enemies, we make a friend. We keep it real homie, we don't pretend.
صوت عن الأغن طلع عيوني يا طول عيوني أنا مش معايا أطلع لفوق إلى ما لا نهاية السماء بين النجوم أطلع فوق بين السماء وبين النجوم كم أنت نجومة يا نجمة خلتني أحكي مصري أوكي خلينا نكمل مع بعض على الموسيقى فوداني عن جد واو 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 صراحة مبين كتير انه الفيديو كليب متعوب عليها كتير مشتغلين عليها كتير من ناحية التصوير من ناحية الصوت من ناحية اللبس عن جد كل شيء فيها خرافي كل شيء بالفيديو كليب بجنن الصوت المونتاج المكان التصوير الرقص الموسيقى عصرية عن جد ما في اي كلمة توصف الغنية اللي هن عاملينها بيقول موفقين ان شاء الله موفقين بحياتكم ان شاء الله هيك دايما للاحسن واحسن ونجاح لنجاح ان شاء الله وبتمنى لكم كل التوفيق أصدقائي هون بكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى تكونوا حبيتوه واستمتعتوا معي إذا عجبكم الفيديو بليز اكتبوا لي بخارة التعليقات لا تنسوا تحطوا كتير لايكات وتشتركوا بالقناة ولحتى نكبر وإذا عندكم أي أفكار تانية رجعوا اكتبوا لي إياها بخارة التعليقات لا تنسوا تضيفوني على موقع التواصل الاجتماعي اللي هي فيسبوك انستغرام سناب شات تيك توك الروابط كلها رح يكونوا تحت بصندوق الوصف كان معكم أحمد وبحبكم خيرات الله يا حسيت الابنية ماما هيك بكون حالتي لما بصور بالبيت وبقول لهم بليز بعزنكم كرمالي كرمال هالشوارع وطي صوت الموسيقى وطي صوت الكون علي لي صوت الموسيقى عم تسود الدنيا بعيني ظهري عم بوجعني شعري عم بكذبر وعيوني عم بلمعوا وشو كمان ما بعرف اوكي يا لحد ما تنزل الغنية خلينا نكمل هاي ايطاليانا يا السورية مو ناسيانا ها صحرا مثل مارجوانا يا طلعي معي بالسيارة من الناس تركت قلبي مو حساس شو ما صار مالي حساس يا في كلام عليك انسى اذا تخلي قلبي وحيد حيد حيد عيش حياتك وانبسط فيها هو حبوا جنوا لا تفكر فيها يلي راحت لا تزعل عليها لا 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 طلع يلي بقلبك طلعوا يلا سمعني اولى ايه ما تشتاق لك انت قد اولى ايه تحاك ولا تخاف بسيطة خليها هي حياة وحدة حق أعطيها سيبا نعطيها